متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس الحار في عموم المناطق، مزخات رعدية من الأمطار متوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية تتفاوت شدتها بين اليوم والآخر، وأيضا زخات من الأمطار في شمال غرب المملكة تحديدا مرتفعات تبوك والمدينة المنورة، هي حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تعمل على هطول زخات خفيفة من الأمطار بشكل يومي خلال الأيام القادمة. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لبعض كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الجنوبية الغربية وأقصى جنوب المملكة، بينما ساد طقس صافي في باقي المناطق. انتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت. نلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من الأمطار، طقس مستقر في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية حيث تشهد بعض التشكلات الرعدية الركامية المتفرقة ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي. أيضا تتأثر المنطقة الشمالية الغربية تحديدا مرتفعات تبوك وأيضا مرتفعات المدينة المنورة والقسم الغربي من منطقة الجوف بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تتكاثر على إثر الغيوم المتوسطة والعالية وتعطل زخات متفرقة وعشوائية من الأمطار ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي خلال الأيام القادمة. ننتقل الآن إلى خارطة توزيع الكتل الهوائية من يوم الأربعاء ليوم السبت. يلاحظ استمرار لسيطرة كتلة هوائية حارة في شمال وشمال غرب المملكة، تعمل هذه الكتلة على جعل الأجواء حارة في تلك المناطق، درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أيضا يسود طقس حار في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، لكن هذه المرة تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بينما يسود طقس معتدل في المنطقة في المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس غالبا صافي مع 30 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس 40 إلى 29 درجة مئوية متوقعة، يوم الجمعة نفس درجة الحرارة أي 40 إلى 29، يوم السبت تنخفض قليلا لتسجل 39 إلى 28 درجة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.